الرحمن الرحيم. هذا كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع للشيخ دكتور منصور الصقعوب حفظه الله من 3 أجزاء، وهو كتاب مدعوم مخفض السعر بقيمة 75 ريال فقط، إصدار دار العقيدة. يقول الشيخ في المقدمة: وقد وضعت لنفسي في هذا الكتاب منهجا حاولت أن أسير عليه. أذكر عبارة صاحب الزاد: أعتني ببيان معنى المسألة وتوضيحها بعبارة مفهومة قدر الإمكان، أعتني بتصوير المسألة أو بذكر مثالها، فأقول مثلا صورة المسألة أو مثالها، وأحيانا من باب الاختصار أذكر المثال ضمن الكلام ليفهم مباشرة، وأحيانا تكون عبارة صاحب الزاد مفرداتها واضحة لكنها تحتاج للتمثيل والتصوير، فأبدأ بذكر المثال مباشرة. أعتني قدر الإمكان بذكر الدليل الذي استدل به الحنابلة ووجه استدلالهم به، أعزو الأحاديث الواردة في الكتاب وطريقتي في العزو ما يلي، إذا إن كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهما أو لأحدهما، إن كان في غيرهما فأشير إلى ما قيل في الحديث من تصحيح أو تحسين أو تضعيف بإيجاز. أعتني بذكر تعاليل المسائل وتكون بقول والعلة وهو الغالب، أو بقول وذلك أو لأن إذا كانت العلة مختصرة. لم أذكر شيئا من المسائل الزائدة عما ذكره صاحب الزاد، سواء ما ذكره صاحب الروض أو ما لم يذكره، لأن القصد هنا توضيح متن الزاد وتصوره، وأما المسائل الزائدة فلها مضانها، وقد استوعبت جلها في الشرح المطول على الزاد، لعل الله ييسر نشره بعد تحريره. ما يتعلق بذكر الأقوال في الحاشية فقد سلكت فيها المسلك الآتي: إذا كانت رواية عن أحمد فأقول الرواية الثانية عن أحمد، وعمدتي في نقل روايات الإنصاف والفروع والمغني. إذا كانت وجها في المذهب ولم تنقل رواية فأقول الوجه الثاني عند الحنابلة. إذا كانت قولا مرويا للحنابلة وليس برواية ولا وجه فأقول القول الثاني عند الحنابلة. إن كان في المسألة قول مشهور على خلاف المشهور عند الحنابلة فقد أشير إليه ذاكرا من أخذ به من المذاهب ومن رجحه من المحققين، وليس قصدي في هذا الاستيعاب، وإنما ذكر بعض من نقل عنه ذلك أو من نقل عنه ذلك. أنقل ترجيح المشهور من الحنابلة كابن تيمية والمرداوي وابن مفلح وابن عقيل، وليس قصد الاستيعاب بل الإشارة إلى أن هذا القول قال به بعضهم. هذا كتاب قيم، أسأل الله أن ينفع به قارئه، وأسأل الله أن يكتب أجر شارحه خير الجزاء الشيخ الصقعوب ودار العقيدة.